اللي طعميه قتلي وصوته طلع لي طعميه قتلي وصوته طلع لي قاضي وقاضي وقاضي وقاضي. إبداعات وطاقات ومواهب امتاز بها أبناء منظمة اتحاد شبيبة الثورة بفرع حلب خلال المهرجان المسرحي الشبيبي الفرعي 32 الذي بدأ بحفل افتتاح تضمن إشعال شمعة الانطلاق ومشهد مسرحي لرابطة الحمدانية. بعد سنوات الحرب الظالمة على سوريا ينهض مهرجان الشبيبة المسرحي بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقى مسرح حلب القومي. نقدم في هذا المهرجان 7 أعمال مسرحية يعبر فيها الشباب عن آرائهم وأفكارهم، وبعمل مضمن لمدة شهر كامل سننطلق اليوم معلنين العودة إلى مهرجان الشبيبة بألقه السابق، وإن شاء الله سنقدم ضمن هذا المهرجان رسالة نبيلة وسامية تعبر عن روح الشباب وتفانيهم في هذا الفن. نحن حبينا نرجع نجدد روح الشباب وهل رفاق الشبابين والرفيقات انه يرجعوا ينموا مواهبهم يطلعوا على خشبة المسرح، ويكون طبعا في بكل عمل رسالة بيوصلوها للمجتمع. هن عبارة عن 7 أعمال، واحد من بيناتهم هو خارج التقييم، هو مونودراما رح يكون للمخرج الأستاذ حسام خربطلي، والباقي رح يكون كل واحد بيمثل رسالة. طبعا الروابط المشاركة هي رابطة عبد المنعم رياض، رابطة الحمدانية، ورابطة عدنان المالكي، ورابطة أبي فراس الحمداني. وإن شاء الله يكون هذا المهرجان هيك بيأدي رسالة حلوة للشباب وللمجتمع. الفكرة هي تقوم على طرح فكرة مصاب بمتلازمة داون من وجهة نظره ومن رؤيته الشخصية للأمور والحياة. بعيش حياته بشكل من الولادة وحتى الوفاة، بيحكي على التحديات اللي واجهته وعلى الشغلات اللي قد تكون غير منطقية، وخاصة الجمهور رح يشوفها غير منطقية، انه ليش هذا شخص طبيعي، هي اللي هي رؤيته الخاصة لهالموضوع، انه انا شخص طبيعي، انا ما فيني شيء، انا ما بفرق شيء عن رفقاتي. فبيطرح هالامور هي بشكل الغريب، فلآخر العمل بتم توضيح انه هاي المعاناة هي خاصة من متلازمة داونز، مصاب بهالمتلازمة هي، وهذا هو السبب اللي هالامور الغير مفهومة عم تصير معه، لانه هي رؤيته الشخصية للامور، هو ما بيعرف انه هو مصاب بهالمتلازمة هي. المهرجان يتضمن 7 عروض مسرحية موزعة لعدد من الروابط الضريبية عبر مواهب شابة تلقوا التدريب في ورشات عمل المنظمة. في عنا أعمال ست أعمال أو 7 أعمال حسب ذاكرتي، طبعا أنا عضو لجنة التحكيم، هلأ بتم مشاهدة الأعمال. رح نراعي أول شيء عدة عوامل. العامل الأول أنه الإمكانيات المحدودة، هن من ممثلين محترفين، هن هواة، هذا الشيء أخدينه أكيد بالحسبان، كلهم إلهم معجبينهم وكلهم إلهم تجاربهم السابقة، بتمنى لهم الخير يا رب. افتتاح مهرجان مسرح الشبيبي هو يعني ذكرنا بإعادة الألق لهذا للعمل المسرحي، ومنه من خلال أنه كبار نجوم الدراما أيضا كانوا هون بدأوا مسيرتهم بالمسرح الشبيبة، وطبعا هذا المسرح هو بيؤدي مواهب كبيرة على مستوى الشباب وطموح الشباب وقلق الشباب اللي هن دائما هن متجددين بالعطاء. نحن شباب اليوم حبينا نقدم شيء على ارض الواقع لنشوف نوصل الفكره للعالم، فرجينا الشباب شلون بتقدر توصل لكل شغله لكل الاماكن لكل الهيئه، ونحسن نمي موهبنا وهالاقصاص كلها، وهلا من خلال هذا الشيء ده يصير هلا بنقدر نفرجيكم انه نحسن نمي موهبنا كامله باتحاد شبيبه الثوره. بسبب اتحاد شبيبه الثوره في كتير طلاب عنا لهم مواهب مميزه تم اكتشافها بفضلهم وقدروا ينموها بسبب الايام الاتحاديه والدورات اللي بيعطونا اياها، وهذا الشيء كتير استفدنا منه وكتير يعني. أهمية المهرجان تتمحور كونه مرآة تعكس ملامح المجتمع وتشكيل الوعي والفكر لدى الملتقى والارتقاء بالإنسان.